كنت فيدرالية زملكاوية هتقول لي ازاي يا عم والزمالك مغلوب 2-1 امبارح؟ هقول لك الزمالك لو جاب في مباراة العودة 1-0 الزمالك كسب وخد الكونفدرالية. هل اقول لك كمان من مباراة امبارح كان عبارة عن عيان بيضرب في مية؟ هتقول لي ازاي يا عم ده فريق نهضة بركان كسبان الزمالك 2-1 فريق كويس؟ هقول لك لا والله ولا فريق كويس ولا نيل. الفريق ده ما عندوش غير لاعب واحد بس هو يوسف الفحلي وبيلعب على الاطراف، عنده ضعيف جدا جدا في نص الملعب. حتى لو شفنا في الشوط الثاني لما الزمالك ملك الاطراف عرف يسيطر على اطراف الفريق جاب هدف في بداية الشوط الاول، وكمان الزمالك كان يقدر يجيب الثاني والثالث، بس الزمالك كان خايف من حتة ان انا في ارضك وجمهورك، وكمان لعبت الزمالك كان عندها حتة المظلومية وكانت خايفة من التحكيم وخايفة ان التحكيم يقلب عليها. وطبعا كلنا عارفين ان الزملكاوية عندهم حتة المؤامرة ان الكل ضدهم والتحكيم ضدهم والكوكب والمجرة ضد نادي الزمالك، بس لو لعبت الزمالك شالت من دماغها الفكر ده احب اقولك ان الزمالك كان كسب هناك وكسب بنتيجة كويسة تريحه في مباراة العودة، بس الزملكاوية ولعبت الزمالك كانوا حاطين في دماغهم حتة التحكير. ولو هتبص على البطولة كلها هتلاقي البطولة كلها ضعيفة مفيهاش الا فريق الزمالك وفلوتشر، الفلوتشر اللي طلعها نادي الزمالك، والباقي فرق فاضية والله، بس الزمالك هو اللي عمل قيمة للفرق دي. احب اقولك ان البطولة دي لو خرجت بره الزمالك هيبقى عار على لعبت الزمالك وإدارة نادي الزمالك، لان احنا زي ما شفنا فرقة نهضة بركان فرقة فاضية مفيهاش لعيبة مفيهاش الا الاطراف، ولما الزمالك قفل على الاطراف عرف يلعب مباراة كويسة وعرف يعمل شوط تاني كويس، والشوط التاني اللي في القاهرة الزمالك هيكسبه بفارق كبير. بس كده يلا سلام.